هيحصل هنا بعد. بص لا يا شباب مش مشكله تعرفين الحاجه الاولانيه ليك حق فيها وهنشوفها دلوقتي ازاي انت طلعت بتاع العربيه وهي فاضيه زي ما انت بتقول. المقعد هنا انا بقول لك تعالى كده خد الساوند هذا والمقعد الصوت يا واحد يا واحد. لا سيبك من المقعد فاضي انت قلت في سبع سبع كلام سبع كلام سواء والعربيه فاضيه العربيه فاضيه فمش بتعجز قال لك لا ما فيش. هو قال لي في المحطه احنا مقعدين نحجز عليهم 31 شو انا كلامك حقيقي. لا انا كلامك حقيقي. كلامك حقيقي. حقيقي والله. قلت تعالى تعالى تعالى. يقول لنا ايه؟ انت الاول قلت. لا هو صوص. مين قال لك؟ مين قال لك؟ ليه من ساعتين؟ النهارده من 9 الا ربع واصلين الساعه 12 الا ربع. كويس. ثلاث ساعات؟ فعلا انا وقت من ثلاث ساعات ونص. ثلاث ساعات. يا ابني يا ابني انت ما تقولش اي كلام خلاص من 9 الا ربع 12 ربع ثلاث. العربيه دي لا في المحطه دي. قال لك محطوطين.